الحج متمتعا وما استطاع أن يهدي وما استطاع أن يهدي وشق عليه الصيام في الحج، ماذا يفعل؟ يعني شق عليه الصيام تعني لا يستطيع الصيام، لأنه إذا صام يتعب ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج وسبعة أيام يستطيع، يعني يستطيع. نعم. يضمها إلى تلك، يضمها لأنها ليست هذه ثلاث أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان. نعم. ومعلوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاث أيام في الحج، فإذا يضمها إلى السبع ويصوم عشرا حينما يرجع إلى أهله. أنا شايف الجبهة هون بس متحركة، أما الناس ما في حركة. شو السبب؟ مع الحالة البلدة. هل ترى في وجوب الحج المرأة دي؟